وضع الراهن، مما لا شك فيه انه في جهود مصريه ودور سياسي ودور انساني بتلعبه مصر، واعتقد العالم اصبح بيتحدث في ذلك بمنتهى الاسهاب. بس انا مهم عندي جدا نقعد افكر في مساله حاجتين يمكن كنا بنقولهم على طول قبل الفصل، ما بين اتساع رقعه صراع وما بين استخدام كروت ضغط ان وجدت للجلوس على مائده مفاوضات، علشان ابدا ادخل في مرحله مناقشه سيناريو ما بعد وقف اطلاق النار. تمام. طبعا دي قضيه معقده وليها اشكاليات عديده جدا جدا جدا، والاشكاليات هنا مش متعلقه بس بالجانب الفلسطيني او بالجانب العربي او بالجانب المصري، انما ايضا متعلقه بالجانب الاسرائيلي ودعمائه وداعميه الاساسيين او المشاركين معه في العدوان. وانا بقول مشاركين لان هناك كل الدلائل بتقول ان في شراكه حقيقيه في هذا العدوان من قبل الولايات المتحده ومن بريطانيا وايضا من فرنسا ومن المانيا، اضافه الى عدد اخر من الدول الاوروبيه. بالتالي فنحن امام قضيه معقده جدا، الجميع يسال ماذا بعد ما يمكن ان يسمى بتحقيق الاهداف الاسرائيليه، لان الاهداف الاسرائيليه اهداف طموحه جدا جدا من العمليه البريه، بتتحدث عن يعني تدمير غزه بالمعنى الحقيقي للكلمه، وتتحدث ايضا عن تهجير اكبر عدد ممكن من سكان غزه الى اماكن مختلفه سواء يعني في دول مجاوره او دول غير مجاوره، وتتحدث ايضا على انه هيبقى في وضع امني جديد. النهاردة الولايات المتحدة تحدث سيد بلينكين وزير الخارجية وأيضا كيربي اللي هو متحدث رسمي باسم البيت الأبيض، بيتحدث عن أنه خلاص ما فيش مجال لحماس في هذا الموضوع، الوضع في غزة سوف يكون مختلفا عما كان عليه في سنة في 7 أكتوبر. وبالتالي فالجميع يتحدث عن أن هناك وضع جديد. إيه هي سمة هذا الوضع الجديد؟ لا يوجد اتفاق على هذا الموضوع. نحن في مصر، وانا هتحدث هنا عن مصر لان مهم جدا جدا ان احنا نشرح الموقف المصري في سياقه العام وفي سياقه الخاص. فيما يتعلق بسياقه العام في 4 مبادئ بتحكم السياسه المصريه او الموقف المصري.